يا هلا وسهلا، نحن في شهر الصيام، هذا الصيام اللي فرض في السنة الثانية للهجرة، يعني 15 سنة بعد البعثة. لكن لازم نتكلم عن القرآن. ليش؟ لأنه القرآن هو أكثر شيء يميز رمضان، أكثر من الصيام. فخلينا نتكلم عن شوية أرقام عن القرآن، بعضها تعرفوها بس ما يهم الشباب الصغار يعرفوها، وبعضها يمكن جديدة عليكم. أول معلومة، عدد سور القرآن 114 سورة، معروفة. طيب كم آية في القرآن؟ 6236 آية، هذه معلومة جديدة. في هذه الآيات 6236، إيش هي أكثر آية وإيش هي أطول آية؟ أكثر آيات اللي هي من حرفين، طه، ياسين، حاميم، وأطول آية هي آية الدين، اللي آية 282 في سورة البقرة، صفحة كاملة آية واحدة. أغلبنا يعرف المبشرين بالجنة هم 10، لكن المبشرين بالنار في القرآن 4، فرعون وأبو لهب هذول الرجلين، وامرأتين اللي هم امرأة نوح وامرأة لوط. أنا ما أعرف إذا يمدينا نقول مبشرين بالنار، لأنه البشارة عادة على الشيء الكويس، ولكن أنا قلت أتجاوز نفسي. رقم مهم هو كم مدة نزول القرآن؟ قديش القرآن؟ القرآن ما نزل مرة واحدة، جلس سنوات ينزل. 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. أكبر رقم ذكر في القرآن هو 100,000 في سورة الصافات آية 147، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. عدد الصحابة اللي ذكروا في القرآن واحد، زيد بن حارثة. وعدد النساء اللي ذكروا في القرآن كذلك واحدة، مريم عليه السلام. وأما عدد الأنبياء الذين ذكروا بأسمائهم الصريحة 25 نبي، بعضهم في قصص طويلة وبعضهم في قصص قصيرة. إبليس كم مرة ذكر في القرآن؟ 11 مرة. ما في أي شيء مميز في هذا الرقم، ولكن المميز أنه ذكرت الاستعاذة منه في القرآن كذلك 11 مرة. آخر شيء بخنا فيه هو في موضوع التوازن في القرآن. فالحياة مذكورة 145 مرة، الموت 145 مرة، الدنيا مذكورة 115 مرة، والآخرة مذكورة 115 مرة، المصيبة 75 مرة، الشكر 75 مرة. آخر معلومة، كلمة الرجل ذكرت 24 مرة، وكلمة المرأة ذكرت 24 مرة. شكرا لكم على الاستماع، والله يجعلنا وياكم من الذين يقرؤون وتدبرون القرآن، ويعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن في هذه الأيام الفضيلة. كل عام وأنتم بخير. طلع عادي وصحيح أن نقول المبشرين بالنار، لأنه في آيات كثير في القرآن في مواضع كثيرة، وبشر المنافقين بشرهم بعذاب أليم، فوضعنا سليم إن شاء الله. سنزيد واحدة على المبشرين بالنار اللي هي امرأة أبو لهب، هذه نسيناها. في مشاركات حلوة والله، يقول لك أقل رقم في القرآن شو؟ معشار. في أحد يقول لي أنه أقصر آية هي نون حرف واحد، غير صحيح. نون والقلم ما يسترون، كل هذه آية واحدة، نون لحالها ما هي آية. آخر وأكثر تعليق جاني أنه أنت كيف لابس ثوب أسود في الصيف؟ ثوب شتوي في الصيف، هذا ثوب قماش جدا خفيف، ما هو شتوي.